شيء يعني فايل، وبيوري قد ايه الناس سواء كان في البيوت ان هي دي المساحات اللي انتوا هتلعبوا فيها، هي دي المناطق اللي انتوا تسكنوا فيها، هو بيتعامل مع الناس وكانه بيحركهم زي شطرنج. فطبعا الموضوع ما نجحش تماما وتحول لشيء. فده ابتدى يؤدي الجرائم، حتى البلديه بتاعه سانت لويس نفسها ابتدت تقول ان هو ما كانش ده افضل حاجه للجرائم يعني. وابتدى يضرهم في فكره انه طيب هنعمل ايه؟ خلاص بقى مبنى في ناس شايله سلاح بعضها طوال وبتستخدمه، والناس حتى اللي احنا كنا متخيلين ان ممكن تسكن فيه ما مشي حضرته. في السبعينات سانت لويس قررت انها تفكرنا 33 مبنى اتدفع فيهم فلوس واتعملوا وقرروا ان هم يفضلوه عشان يقدروا يعملوا حاجه مكانه. الموضوع ده اتنشر في فكره الهاوزنج اللي معمول على التخطيط الفوري، انه هم اللي عاملينه بايديهم وهم اللي قرروا يهدوا. طبعا في حاجات من كتير من دي ما اتهدتش وبقيت الناس ساكنه فيها يعني. ده حاجات تانيه هو الفيديو جايبها. طبعا ده مش علاقه بالسكن قوي، بس يعني المقطعين دول بس بشكل عام كان شايف ان هي دي اليوتوبيا، ان تعريف اليوتوبيا بالنسبه له ان الناس تسكن في اماكن شكلها خطوط مستقيمه والناس كلها مساكنه في حتت واحده. وفي الاخر ده ما اداش لاي يوتوبيا ولا اي حاجه، وعمل عكس كده بالظبط، لانه كان بيفرض الفكره انه النظام العالمي اللي بيحكمهم ما هواش افضل حاجه الناس تقدر تعيش فيها. فهو كان بيقول في تعريف الحق في المدينه، الحق في المدينه هو دعوه لاعاده بناء السياقات الاجتماعيه والسياسيه والاقتصاديه المتعلقه بالمدينه. ما جابش كلمه سكن، لانه قاصد كويس انه يقول ان السياق الاجتماعي والسياسي والاقتصادي هم الاساس اللي بيخلي شكل السكن بتاع المدينه. بعديه في استاذ جامعي لسه عايش اسمه ديفيد هاردي، هو استاذ معروف جدا، هو واحد من اكثر الاساتذه السايتد حاجتهم في ابحاث علميه، هو تاني بتاع انثروبولوجي وجغرافيا. بيقول بيوصف بالحق في المدينه، الحق في المدينه هو اكثر من الحريه الفرديه للوصول للموارد الاولانيه، يعني مش بس ان انا اسكن في مكان ويجي فيه ميه وكهرباء، لا هو اكثر من كده كمان. هو الحق في تغيير انفسنا في تغيير المدينه، هو ايضا حق جماعي اكثر منه حق فردي. هنا بتبتدي تختلف الدنيا شويه، اللي يبص للحق ساكن حق المدينه بشكل عام يقول انا ممكن ابقى ساكن كويس بس محمد مش ساكن كويس، اذا يبقى في مشكله. يبقى هو حق جماعي الناس كلها كمان تنتزعه، مش حد بيفرضه عليهم.